بكم وشكرا لكم. كما قلتي المواد جميل طبيعيه، كلشي عيام الشيمي، كلشي عيام لي فارماسي، وثمنات الهاي الهاي هاي. الحمد لله التعاونيه دابا المواد الطبيعيه تواجدات باش تقرب المنتوجات الطبيعيه للمستهلك، سواء راجل سواء امراه. لقاش مواد جميل طبيعيه ممكن نستعملوها رجال ودراري وبنات، اي واحد ممكن نستعملوهم. تعاونيه دينا بوتي الاختصاص ديالها مواد طبيعيه صحراويه. حنا عندنا مواد طبيعيه صحراويه، ملي تنقول طبيعيه مواد صحراويه تنهضر على دروات الجمل، تنهضر على النيله. دونك ملي تنهضر على النيله تنهضر على شي برودوي كوزميتيك طبيعي. النيله هذا لا كولور ديالها كما تتشوف بلو ماجوريل، حيت كاين بزاف اللي تيقول لك راه النيله، وهي راه ما تكونش النيله، تيكون عندها اضرار. هنا اللي تنقول الواحد ملي بغي ياخذ شي حاجه يمشي ما امكن يمشي لتعاونيه، حيت التعاونيه تتكون عندها اولا مصداقيه. حيت ما يمكنش تجي ودير تعاونيه، راه كاين بزاف ديال المساطر اللي تنخدموا عليهم باش عاد يمكن لك تفتح تعاونيه. دونك هنا غادي نرجعوا بالنسبه للجمال. كما تنعرفوا بالنسبه لرمضان ما تشربوش الماء بزاف، صهير بزاف، من الاحسن الواحد يعاود يرجع الرشاقه ديال الوجه وهذيك الرونق وهذيك الجماليه ديال الوجه باش بقماجات طبيعيه بسيرومات طبيعيا. الاختصاص ديال الوجه اللي يعطيك واحد الاشراقه واحد النعومه، حتى الشعر تيتضرر. علاش؟ ما تبقاوش نشربوا الماء بزاف، تيبقى النعاس فهمتي، تيبقى عندنا كلشي عندنا مشقلب، كلشي تيتبدل البروغرام ديالو. دونك هنا الا رجعنا للمواد الطبيعيه وخديناها بعنايه وعرفنا منين نشريوها واستخدمناها استخدام اللي خاصو يتخدم زوين، حيت طريقه الاستخدام تتكون مهمه. دونك كما قلت هنا غادي نبداو بالقماش ديال الوجه. كما تنعرفوا الوجه هو جمال المراه، دونك ما كراتش هنا كاين واحد قماش، اي قماش ممكن ديروا اللي عنده شي قماش ولا يني بحال هذا ان قماش، هذا قماش ديال التربات المسيد، هذا راه ما تلقاوش بلاصه من غير دينا بيوتي. تنقول لكم دينا بيوتي تيبقى عندها دي برودوي سبيسيال، وكاين بزاف تعاونيات اللي تكون عندهم شي حاجه. هذا ان قماش هذا طبيعي، يمكن لك تشم الريحه ديالو، وكما تنقول يا ريت نخرجوا لكم الروائح اللي تيكونوا. هذا قماش ديرو في الوجه ديالك، تتخلي واحد 20 دقيقه، من بعد تتغسل، تتخليك تعطيك واحد الاشراقه، تحيد لك لي بوان نوار، تحيد لك هذاك لي طاش نوار، وتعطيك واحد لا بغيوس للوجه. من بعد اللي تنحيدوها حنا تكونوا قلت الماء اللي ما شربناهش، تبدا يدير لك. ما كاينش شيميك، ما كاينش ابدا، وعندنا دي زاناليز الحمد لله، ما كاينش هذا. داكشي علاش دينا بوتي تتسعى دائما في لي برودوي ديالها، ما يكونش دي برودوي شيميك، يكون كلشي طبيعي. يا اما تنخدموا على بزيت النوار ديال الوار، عطا الله الزيوت، زيت السمسم، الزيوت اللي تتساعد الشعر ولا تتساعد الوجه باش تعطي الاشراقه. حيت جربت انا، اولا جربت انا ما كانش هذا الدومين ديالي، انا كنت ايدوكاتريس ماترناتيف ميسيون، وبحكم انا عندي جمعيه وتنديروا قوافل طبيه، دونك تنمشيو للدواور، تنمشيو بزاف، وشفت بعيني الناس كيفاش تخدم، الناس كيفاش تدير. داكشي بقى عندهم محتكر غير تمايا في القرى ولا المدن الصغيره، ما يدخلش عندنا هنا في كازا اللي حنا محتاجين. دونك جربت مره الاولى، جربت مره الثانيه، في الاول بقيت خدامه وبقيت نبيع، تنخدم على المحيط ديالي اللي كاين، صحابات لا فامي، وكلشي كان تيطالبني تيقول لي زيدي. جاتني فكره قلت علاش انا ما نديرش تعاونيه وندخل هاد المواد هذا ونستخدم فيها حتى انا، ونخدم حتى انا بيديا كما شفت هذوك الناس. وجات الفكره والحمد لله كونت تعاونيه ومشينا في هذا الدومين هذا. بالعكس بالعكس، هادو كما تنقولوا الا ما نفعك ما يضرك. علاش؟ حيت المواد طبيعيه، دونك غادي تزيدك شي حاجه، ما تنقص منك شي حاجه ابدا، ما كاينش. غير خاصك تاخذي الاستعمال اللي مكتوب عندك، ولا اللي تنقولوا لك فهمنا، ما تزيديش، ما تخلطيش شي حاجه تقولي حقا راه صاحبتي شادارت ولا في اليوتيوب راه داروا هذا مع هذا. بحال دابا كما تنعرفوا لبان الذكر فهو فيه بزاف الاستعمالات، ولكن الضرر الا خلطتي شي حاجه مع شي لبان الذكر ما غاديش يدير لك. لبان الذكر تيخرج مع الماء ديال الورد. افيكتيفمون كما قلتي الزيوت، الزيوت الواحد خاصو يقرب على الزيوت المقطره بالبارد. تنعاود نقول مقطره بالبارد، حيت علاش؟ المقطره بسخون راه تنحرقو، تتحرق المفعوليه ديال النبته ديال الزريعه، راه بحال اللي تنديرو كما الجنجلان ودرتي فوق العافيه تتعطيك ريحه الشياط، راه لا ميم شوز. مي تدير بحال دابا تنقولو حنا راه تنشوفو تيقطر حدانا الزيت، راه مشات، راه باش تقطر الزيت راه خاص واحد الفورمول ديالها مسدود باش هادوك الزيوت الطائره تترجع لبلاصتها. ما الا شي تيقطر حداك بالضو راه ما كاين حتى شي فائده. حاولوا ديما تاخذوا المنقع ديال الزيوت اللي تكون مرقده، ولا زيوت مقطره بالبارد، ولا بطحونه فرحه، هذه هي الزيوت اللي تعطي المفعول ديالها.
علاش؟ حيت كل واحد ولو تيب ديال لو بو ديالو. انا عندي يمكن انا عندي هنا تي، هنا عندي دهني، وعندي هنا دهني، وعندي هنا ناشف. يمكن لا بو ديالتي انا عندي ناشفه، يمكن لا بو ديالتي عندي فيها اونتي تاش انايا، فيها دوك لي تاش الكحلين، يمكن فيها بزاف. انت ولا انت ما لا بو ديالتي زوينه، ما عندها حتى شي حاجه تديرها هذه تزيدها اكلا تدير. دونك هنا الواحد خاصو يمشي على حسب لو تيب ديال لو بو ديالو، وشنو النقص اللي عنده، شنو المشكل اللي عنده. كاين اللي عنده الهالات، كاين اللي عنده لي تاش نوار، كاين اللي عنده لي بوان نوار، كاين اللي عنده شويه دهني، نص دهني ونص ما دهنيش. دونك هذا كل الاستعمالات خاصك تهضري مع اللي غادي تمشي للخبيره اللي غادي تشري من عندها، وقول لها ها المشكل شنو عندي شنو عندي، باش تعطيك المشكل اللي عندك انت بالضبط.